الله الفنان الكبير قاسم الملاك. وخر من يمي، خليه يعطي فرصة لغيره، يعني خليه يعطي كافي. يعني أبوي كان صغير وهو يطلع، يعني بس يعني خلي أقول لك في الموضوع. إيه قول. أنا من حقي إنه أكون مدافع إليه، دافع. لأنه يعني أنا اليوم كلش أقول خسارة للفن العربي عادل إمام. صح. وأنا عادل إمام؟ أنا جدي كان صغير ويطلع هو. إيه؟ فعلا صح لو لا؟ إيه؟ عندنا هيش تاريخ وقامة كبيرة. ما قدنا بشي. شنو تاريخ؟ شون؟ ما قدنا. دار دور. شنو؟ صارق ستوتة. كلن حلوات. لا ما. يلامسن أنا بشخص حلوات يعني برأيي إنه كلن حلوات. إيه بس. يلامسن المجتمع وجاي ينطي صورة جيدة للمجتمع. يا أخي. شنو الضرر؟ يعني شنو الضرر؟ إحنا عايشين بهاي الأجواء ولا؟ عايشين بهذا الواقع. هاي الأجواء بس. هو دايما يقول لك إحنا نريد نشوف هاي الأجواء. إحنا اختنقنا. تقدر تطلع لي اجواء انا عايش بيها، شو اسوي بيها؟ طلع لي واحد يشرب مي وطب للمطبخ، انا اريد استمتع من اشوف مسلسل. علي انا ما اوافقك بهذا الراي. انت ما توافق. فنان كبير هادي على راسي. هو على راسي كانسان، بس انت بس كفنان خلي يعطي فرصه لغيره. متناوله خطا كلش. ليش متناوله خطا؟ انا من حقي انه انتقد عمل ما عجبني والناس مأيدتني. انت هسه مو تقول هسه العدل العالم شلون مأيدتني. انت انتقدت العمل يا عمل الاخير واحد زاد واحد؟ واحد زاد واحد ولا العرض حالكي ولا لا؟ نسولف بالاخير. بالاخير واحد زاد واحد. شنو الاخطاء اللي فيه؟ وايد بيخطا يعني. اولا اعمالنا اللي نعم. خصوصا هسه مال الواحد زاد واحد ما بي مخرج. يعني من يكتبون اخراج فلان، وين المخرج؟ وين المخرج؟ شنو الاخطاء اللي ما بي اخراج؟ شلون هو واحد بيحكي وين الاخراج؟ انت تعرف شنو الاخراج؟ الاخراج من اللي يختلق لك شيء اصلا ما موجود. اها. هذا الاخراج. هسه المخرج مال المسلسل وين؟ هو بس المفروض يكتب بس مصور، هو بس تصوير وحكي مسلسلاتنا العراقيه. يعني ما بيها اي اخراج ثاني. يعني التمثيل كلش يعني اوفر. يعني مال شو والله بواحد زاد واحد شو يقول؟ ها؟ اي وروح على ابويا. يعني اكو كلمات تعرف شنو؟ هذه الكلمات احنا نداولها دائما. اي وانا شو اسوي بها يا اخي؟ اكو اسالك سؤال. قاسم الملاك مع احتراماتي له نعم يدبرها يمثل دور واحد بتوحد؟ أنا شخصياً أقول ما يدبره. يدبره يمثل دور واحد قاتل رئيس عصابة؟ ما يدبره. إحنا نريد نشوف أشياء. ليش ما نتطور؟ ليش دائماً تقول لي مجتمعنا؟ أنا شو أسوي؟ أنا مخنوق من مجتمعنا. غير أريد أشوف شيء طلعني من هذا المجتمع. تمام. شو نتقدم لك المأخيرة؟ الله يوفقك.